Désolé, excusez-moi pour cette interruption de la vidéo. Donc, قسمت la vidéo en deux. Quand la première partie, donc quand la deuxième partie, là, وحدها بلا ما تشاور الإدارة والطلبة رجعوا للدراسة نتاعهم والحمد لله سون بوليميك. الوغ كما كنت نقول باللي احنا المدارس نتاعنا مازلنا اليوم نقراو في هذه التربية الإسلامية وفيها يكون غير جهة التربية الإسلامية نتاع قال ربي راهو قالكم حبوا بعضكم وربي راهو نتاع الناس الكل ماهوش غير نتاعنا احنا وحدو ولا يعني باش نعتوا للناس كيفاه لا لا يجيبوا لنا حنايا الحكايات نتاع عندهم قرون نتاع الحروب وكيفاش وهذو ما على باليش وهذو قتلوا وهذو ذبحوا وهذو منا وما نعرفوش حتى انك شفتوا واش صرا لنا في التسعينات مازلنا ما خرجناش من التسعينات مازال الارهاب مازال اليوم لليومنا هذا كاين 20 سنه ومازلنا رانا مازلنا واليوم تلقى ناس اخرين كما قلت لكم واحد الوقت حنا في كل الادارات في كل بلاصه حتى حنا عندنا الصحفيين عندنا الناس ديزانتيغريست صحفيين ديزانتيغريست دي فوندامونتاليست ناس خدموا لهم المخ نتاعهم حابين يرجعونا كيف اسمه الملايير السنوات اون اريير باش نضلوا المراه نحسبوها باللي اسكلاف ونضلوا نقتلوا في الناس هذه ما عمرها ما تصرى دونك هذا هو واش نقول لكم على الجامعه نتاع بويره اللي نزيد مره ثانيه نشكر كل المسؤولين نتاعها على التفاهم وعلى حسن الاستقبال تو الوغ جو ريميرسي انفينيمون بوتيتر تو الور جو في انكور انترفونير بور ان اوتر سوجي اللي هم الجزائر حنا اوني لا بور كونستخويغ اوني با لا بور ديتخويغ كيما يقول الانسان لا ليني تاعنا معروفه كو سوا انايا سيغ ما كيف اسمو سيغ ما اليوتيوب ولا سيغ الفيسبوك ولا سيغ لو جورنال لا نوفال ريبوبليك اللي راني نخدم معاهم دونك رانا حنا نوزافون اوليني هي ان رانا نوني اومي اوميليت بور اون الجيري مودرن اون الجيري ديموكراتيك اون الجيري وين واحد ما يتظلم فيها ماشي اون الجيري اللي نبقاو ديما كي بكري نبقاو ديما ما نخرجوش من الحقره وما نخرجوش من المرات تحقر في 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 اون 2022 اون 21 سيكل الناس طلعوا للقمر الناس اليوم راكم تشوفوا عندنا حنا النساء راهم جنرالات النساء راهم كذا والنساء واخرين لا لا قال لك لا المراه لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يا اخي هذه راحت بكري خلاص حنا اون كونتيني دو ميليتي نقول لكم A tout à l'heure, Inch'Allah. Peut-être que nous reviendrons, Inch'Allah, dans une autre vidéo. A tout à l'heure.